مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مشاهدينا في برنامج إنجازات وطن. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على إنجازات مختلف المؤسسات القطرية خلال سنة 2021 ويرصد الخطوط العريضة لبرامجها في السنة المقبلة. نطل عليكم مشاهدينا من متحف قطر الوطني، حيث جسدت البيئة القطرية على شكل وردة الصحراء لتعميق العلاقة بين دلالات المكان ومدلوله. هنا يروي التاريخ عن الأجداد فصولا طويلة من الإباء والتضحية والعطاء، احتفاء باليوم الوطني وتذكيرا للأجيال القادمة بأن مرابع الأجداد أمانة. لا يمر على قطر يوم دون تحقيق إنجاز، ولا يمر عام دون أن تكون البصمة واضحة بتراكم الإنجازات. إنها إنجازات يعمل على تحقيقها المخلصون من أبناء الوطن الذين لم تثني عزمهم الصعوبات ولم تقف أمامهم إبداعاتهم المعوقات. فقطر على صعيدها تلعب دورا بارزا في مجالات الرياضة والشباب، وتقوم على استثمار الرياضة والشباب لتقوي علاقاتها مع دول العالم. وفي هذه الحلقة نستضيف معكم السيد عبد الرحمن مسلم الدوسري، مستشار وزير الرياضة والشباب ورئيس الاتحاد القطري للرياضة للجميع. مرحبا بكم أستاذ عبد الرحمن. الله يرحب بك أخوي عبد الرحمن، ورحب بك والمشاهدين، وشاكر لكم هذه الاستضافة المتكررة كل سنة. لا شكر على الواجب. قبل أن نبدأ طبعا الحوار معك أنت وإياك مشاهدينا الكرام إلى هذا التقرير، والذي يتحدث عن أبرز إنجازات وزارة الرياضة والشباب في سنة 2021. نتابع. لا تمل دولة قطر من تحقيق الإنجازات الرياضية عاماً بعد عام، كيف لا وهي التي ستحتضن أول مونديال في الشرق الأوسط والعالم العربي، حيث شهدت ملاعبها المونديالية المبهرة افتتاح كأس العرب فيفا قطر 2021. تجسد ذلك في استضافة كل العرب في استاد البيت في بطولة أثبتت من خلالها قطر أنها أكثر من مستعدة لاستضافة المونديال. وعلى ما يبدو فإن قاموس الرياضة القطرية يخلو من مصطلح التشبع من الإنجازات، فنادراً ما تخلو منصات التتويج من علم قطر في شتى البطولات. عام 2021 كان شاهداً على تألق منتخباتنا الوطنية في العديد من المحافل الرياضية القارية والعالمية، حيث حقق أبطالنا إنجازات كثيرة في ميادين الرياضة العالمية، أبرزها كان بلا شك الإنجاز الذهبي التاريخي الذي تحقق على الأراضي اليابانية بالظفر بالذهب الأولمبي في أولمبياد طوكيو. ولم يكتفي أبطالنا بذهبية واحدة حققها الرباع فارس إبراهيم، بل عززها بطلنا الأولمبي معتز برشم بذهبية الوثب العالي لتكون ميداليته الأولمبية الثالثة بعد فضيتي لندن وريو دي جانيرو. كما توج أبطال منتخبنا للكرة الطائرة الشاطئية بأول ميدالية عربية في لعبة جماعية أولمبية، وضمنوا تأهلهم المستحق لأول مرة إلى بطولة كأس العالم 2022 في روسيا. وعلى صعيد الاستضافات، فاستضافت قطر بطولة العالم للبدل للمرة الأولى على أراضيها في مجمع خليفة الدولي للتنس والسكواش، كما احتضنت حلبة لوسيل بإبداع قطري ومواصفات عالمية أول سباق فورمولا 1 في تاريخها. كما أعلنت عن الاتفاق مع المشرفين على البطولة العالمية على إقامة جائزة قطر الكبرى على مدى 10 سنوات ابتداء من عام 2023. إنجازات تتلوها إنجازات، لا تمل منتخباتنا الوطنية من تحقيقها أينما حطت رحالها، ولتكمل مسيرها نحو استضافة أفضل نسخة من نسخ كأس العالم على الإطلاق. إذا مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم هذا التقرير والذي يتحدث عن إنجازات وزارة الرياضة والشباب، ونرحب بضيفنا من جديد السيد عبد الرحمن مسلم الدوسري، مستشار وزير الرياضة والشباب، رئيس الاتحاد القطري للرياضة للجميع. مرحبا بكم مسلم جديد يا مسلم. مسلم، شفنا هذا التقرير اللي يتكلم على إنجازات وزارة الرياضة والشباب، ونتكلم أيضا على ما أهم الإنجازات اللي تم تحقيقها في وزارة الرياضة والشباب، طبعا في الرياضة الاحترافية وفي الرياضة المجتمعية. خلينا نتكلم في البداية عن الرياضة الاحترافية. طبعا أخوي عبد الرحمن، هذه السنة الحمد لله سنة خير وسنة إنجازات، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعم سيدي سمو الأمير الله يحفظه
والقيادة وحبها لدعم إيمانها بأهمية الرياضة في تنمية أفراد المجتمع. هالسنة طال عمرك كانت إنجازات خير في لأول مرة نحقق ميداليات ذهبية، ميداليتين ذهبيتين في أولمبياد طوكيو، بالإضافة إلى أولمبية برونزية لفريق الطائرة، وكذلك في ذوي الاحتياج الخاصة ميدالية برونزية. حتى على مستوى البطولات العالم هناك تحققت ميداليات فضية وبرونزية في الرماية لأبطالنا القطريين، وتحققت في بطولة العالم أيضا للتيكواندو فضية، وكذلك البطولة السباحة. على مستوى الدول العربية عد من الميداليات الملونة من الذهبية والفضية في مختلف البطولات. على مستوى أنديتنا في دولة قطر فريق على المستوى الآسيوي فريق الدحيل حقق المركز الأول في كرة اليد، العربي حقق المركز الثالث أيضا. على مستوى الاتحادات المختلفة كانت هناك عدد كثير من الإنجازات الرياضية اللي تحققت بشباب هالقطار وأبطالها اللي عادوا بالذهب الملون لدولة قطر. حتى على مستوى أيضا الرياضة الاحترافية يمكن اليوم احتفلنا في العام الماضي باستحقاق وفوز قطر عن جدارة بملف استضافة أسياد 2030، وهي المرة الثانية بعد أسياد 2006، وهذا إنجاز كبير يحسب لدولة قطر بأنها استحقت هذا الفوز في منافسة شريفة مع الدول المجاورة. كذلك قطر على مستوى الاستضافات تستضيف الآن كأس العرب في نهاية نوفمبر، واللي نسعد باستضافة أخواننا وشقانا دول العربية اللي تكون استعدادات لأهم حدث على مستوى العالم وهو كأس العالم 2022. وقطر تستضيف أخوانها وشقائها الدول العربية لتؤكد أن اليوم كأس العالم اللي راح يكون إن شاء الله في 22 في قطر ما هو إلا هو ليس فقط لدولة قطر كما أكد سيدي سمو الأمير، وإنما للمنطقة وللشرق الأوسط، واللي إن شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني أنه يحقق كما عودنا في كأس آسيا بأنه كان بطل كأس آسيا في 2019 أنه يحقق أيضا هذه البطولة. بالفعل يا أبو سلم ذكرت صراحة أول كلمة قلتها سنة إنجازات. صحيح. يعني مثل ما ذكرت في هذه التفاصيل من الميداليات الذهبية من الاستضافات وغيرها. لو انتقل الآن إلى الرياضة المجتمعية بما أنك رئيس الاتحاد القطري للرياضة للجميع، ما أبرز الإنجازات اللي حققتوها في الرياضة المجتمعية؟ الحمد لله يمكن أهم وأبرز إنجاز هو الوعي اللي لمسناه الحمد لله لدى أفراد المجتمع اللي بدأ بارتفاع وازدياد. وأخوي عبد الرحمن اليوم لو أنت تروح الآن أو أي مواطن يروح الحدائق والمسارات بتشوف شيباننا وعجايزنا وأخواننا وخواتنا الكل قاعد يمارس الرياضة سواء مختلف الرياضات. حتى الشباب تلاقي اللي انتخذ بطولات سواء في البادل أو في الرياضات البحرية، العدد الكبير اللي ارتفع. مقطع كلامك، حتى البطولات بينهم بين يعني بالضبط. كشباب يعني كمجموعة شباب هناك بعد بطولات ما بينهم وبين تشجيعا أيضا لحب الرياضة. أنت اليوم طلع عندنا أبطال مش منتسبين أخوي عبد الرحمن لأندية، راشد الهاجري الخيارين اللي شارك في 5 ماراثونات وهو موظف في راس غاز، تخيل، وعنده وظيفته اللي تشغله ولكن شغفه بالرياضة، وهو وإخوانه سواء عبد العزيز التميمي أو الكعبي أو إخوانه الشباب الأبطال اللي فيصل القحطاني، الكل صار هم يبادرون ويشاركون في الفعاليات الخارجية والداخلية ويحققون إنجازات كبيرة. بدأوا شبابنا وبناتنا يقبلون على الفعاليات المجتمعية المختلفة. اليوم اتحاد الرياضة للجميع في شهر إن شاء الله ديسمبر راح يطلق أكبر رزنامة لفعاليات مجتمعية، راح تكون أكثر من 520 فعالية طول السنة. جميل. مخصصة للمجتمع. حرصنا في هذه الفعاليات أنها تكون للأطفال، يعني 520 فعالية مجتمعية رياضية مجتمعية للأطفال، للنساء، للحوامل، لكبار السن،
للشباب لذوي الاحتياجات الخاصة مختلفة. هذه فقط ل 2022. هذه اللي تكون راح تكون من ديسمبر حتى عام 2022، هي أكبر رزنامة لفعاليات موجودة رياضية مجتمعية. رياضية مجتمعية. اليوم احنا أخي عبد الرحمن أيضا نحتفل اليوم، تشوف لو تشوف الأعمال الصيانة اللي موجودة في الكورنيش اللي هي امتداد شبكة الطرق اللي موجودة المستمدة من الدراجات والمماشي. اليوم أكملنا أخي عبد الرحمن في آخر إحصائية من الإخوان في أشغال، وصلنا لألفين وتقريبا 33 كيلو متر مسافات، مسارات مشي ومسارات مسارات مشي ومسارات دراجات هوائية. الخطة في 2024 نصل إلى 3799 كيلو، ما شاء الله. يعني من الوكرة إلى الشحانية إلى وسط الدوحة إلى الخور كلها ترتبط. الهدف أن أنت تستطيع بدراجتك الهوائية وتستطيع أنك أنت حتى في وسط الدوحة الآن، الكورنيش اللي الآن عقب ما ينتهي إن شاء الله باستعدادات كأس العالم، تستطيع أن تتجول سواء بالمشي أو بدراجتك الهوائية لكافة الطرق. كل هذا لرفع وتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية وأيضا لبناء البنية التحتية. اليوم عندي أكثر من 149 حديقة منتشرة في كافة أرجاء الدولة. هذا ناهيك عن الحدائق الآن اللي قاعدة تنتهي في طور الإنشاء. اليوم عندنا أكبر حديقة يمكن في مستوى الشرق الأوسط، حديقة البدع اللي مزودة بالملاعب، مزودة بالبنية التحتية، بمسارات الدراجات، بالألعاب، بكافة الخدمات، حديقة سباير، حديقة البيت، حديقة الملاعب اللي موجودة كأس العالم. كل هذه بنية تحتية تشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة المجتمعية لكافة المختلف فئات المجتمع. اليوم احنا ايضا تميزت دولة قطر ان جميع، يمكن اعلنوها اليوم لجنة الارث العليا للمشاريع، ان جميع ملاعبنا مهيئة لدخول ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الاعاقة، انه يقدر يستطيع ليس فقط انه يحضر، ايضا انه يمارس الفعاليات المصاحبة الرياضية اللي راح تكون ايضا موجودة لأفراد المجتمع. البنية التحتية عندما توفر الدولة البنية التحتية لتشجيع أفراد المجتمع أن يمارس الرياضة وأن تكون الرياضة جزء من حياته. ضف لذلك أخوي عبد الرحمن أن إحنا اليوم أيضا إحنا نتكلم عن شراكة. اتحاد الرياضة الجميع عبارة عن جهات مشاركة معانا، عندنا وزارة التربية والتعليم عضو في اتحاد الرياضة الجميع، عندنا وزارة البلدية، عندنا وزارة البيئة، أشغال، المالية، الصحة، كلهم اللجنة الأولمبية، سباير، كلهم أعضاء في هذا الاتحاد. اليوم أيضا عندنا تنسيق مع الإخوان في وزارة البلدية والبيئة، وزارة البلدية أيضا في تشجير الطرق، بحيث أن أيضا عندنا طقس جميل وعندنا فترات مناسبة، إذا شجرت ممكن تمشي في الظل ويكون الجو مناسب. أيضا هناك لجنة شكلت برئاسة وزيرة الصحة أن قطر تحصل على تقدم على جوائز أن تكون مدن صحية، وتم اختيار عدد من المدن في دولة قطر أن تكون نموذج للصحي. اليوم تروح مشيرب، تروح اللؤلؤة، تروح لوسيل، كلها مدن تشجع على المشي وأنك تساعد مسارات المشي، تتجول، تترك السيارة بعيد. وإن صلاح ذكرت نقطة مهمة، يعني توفير البنية التحتية يشجع الناس أنهم يمارسون الرياضة. في الأول والأخير الرياضة من أجل الجميع، بالضبط. سواء للصحة، للعقل، وحتى ممكن أنها تأثر حتى على الأبناء. يعني لما الأب أو الأخ أو الأم أو الأخت مارس الرياضة ويشوفونها الأبناء والبنات، هناك تشجيع لهم أنهم يمارسون هذه الرياضة. بالضبط. ولا ننسى أيضا حتى في المناطق السكنية للمواطنين هناك أيضا بعض المسارات الموجودة، يعني والحدائق الخاصة وملاعب الفرجان موجودة. صحيح. والأجهزة الرياضية متوفرة في هذه الأماكن. بلغنا يمكن سوينا إحصائية في 2020، وصل العدد اللي شاركوا في فعالياتنا في اتحاد الرياضة للجميع أكثر من ربع مليون، 250 ألف، أكثر من 250 مليون ألف شاركوا في فعالياتنا عبر هذه الإحصائيات. طبعا احنا عبر التطبيق والمشاركين اللي شاركون عندنا شاركوا في هذه الفعاليات، فرقم الحمد لله في تصاعد. هذه كلها من شأنه أخوي عبد الرحمن يرفع مستوى ثقافة المجتمع في تعزيز صحته، وبالتالي تقليل الفاتورة في الصحة، تقليل الأمراض الانتقالية، أمراض المزمنة كالسكر. تعرف احنا في فترة من الفترات
كنا نحقق معدلات قياسية في السمنة وأمراض السكر. إحنا يمكننا في الأطفال كان نسبة تقريبا عندك 25% ونسبة عالية أو 23% مهددين بالإصابة بالسكر، وهذه نسبة كبيرة في الأطفال. لذلك نتكلم عن الربع، يعني الربع عدد غير تقريبا بسيط، وهذا عدد غير بسيط أخوي عبد الرحمن. لذلك إحنا عندنا شراكات مع مؤسسة حمد وزارة الصحة من خلال الرعاية الأولية، عندنا الآن شراكة مع الرعاية الأولية في برامج التغذية في رفع مستوى الوعي بأهمية التغذية، عندنا رسائل توعوية، برامج توعية نبثها مع الأخوان متخصصين في التغذية لبث طريقة الأكل. لأن تعرف أخوي عبد الرحمن، ما أنت الرياضة جزء، لكن أكلك وثقافة أكلك جزء أيضا، عليك مسؤولية أكيد. أنت حتى مهما كنت تمارس الرياضة ولا عندك، لكن لو كان عندك ثقافتك في المشي في الأكل غير صحية فنتائج المرجوة أتقل. الآن راح نطلق أيضا دراسة راح نوقعها قريبا مع الأخوان، دراسة بحثية لندرس حقيقة ناخذ آخر قياسات كم وصلنا في معدل السمنة في دولة قطر، وكم وصلنا في معدل المشاركة الرياضية نعم. في المجتمع، حتى نطلع بإعداد ونقارن ونعدل برامجنا. نعم أبو سلام، بقى معنا نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الفاصل القصير ونعود بعدها لمتابعة الحوار. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل، ونتابع الحوار مع السيد عبد الرحمن مسلم الدوسري مستشار وزير الرياضة والشباب رئيس الاتحاد القطري للرياضة للجميع، والحديث عن إنجازات وزارة الرياضة والشباب. قبل الفاصل أبو مسلم كنا نتكلم عن دور وزارة الرياضة والشباب خاصة في الإنجازات من الرياضة الاحترافية والرياضة المجتمعية، ودي أتطرق لموضوع جائحة كورونا. في سنة 2020 وصلت هذه الجائحة إلى دولة قطر وطبعا في مختلف مناطق العالم، كيف تشوفون تأثير هذه الجائحة على الرياضة في قطر؟ طبعا أخي عبد الرحمن، جائحة كورونا يعني العالم كلها يعني صراحة كان أصابت يعني خلينا نقول أثارها السلبية بالالتزام بالكمامات والجلوس في البيت، ولكن الشيء اللافت الأمر أن هذا ما كان عائق أبدا عند الناس لممارسة الرياضة، بل بالعكس أكدت أن الرياضة هي خط الدفاع الأول للإنسان لحمايته من الأمراض ورفع مناعته. ولاحظنا حقيقة أن في إقبال كبير من المجتمع بشكل عام على الرياضة المنزلية. يمكن لاحظنا، يمكن تداولنا في مقاطع السوشيال ميديا نفاذ كميات المعدات الرياضية في المحلات، حتى المحلات صار عندها ضغط كبير، وهذا نتيجة وعي أفراد المجتمع بأهمية الرياضة. الكل أصبح أثث في بيته، أما جيم صغير أو وضع معدات صغيرة في بيته له ولعياله وأسرته لإدراكه بأهمية الرياضة. احنا في اتحاد الرياضة للجميع أطلقنا أكثر من 240 ساعة بث طوال جائحة كورونا، تدريب، توعية، لقاءات مع مختصين في التغذية، مختصين في الرياضة، تعاوننا أيضا مع الأخوان وزارة الصحة بفتح أن الحجر ما يكون خارج، الحدائق تظل مفتوحة، المسارات تظل مفتوحة، ما الحجر ما يربطنا أنه يكون فقط في المنزل، ولكن فتحنا للبرة إذا أنت تمارس الرياضة بالخارج، لأن الكل يدرك أهمية الرياضة وتعزيز الرياضة. فكان حقيقة ما وقفت الناس بالمشاركة، وهذا شيء دل على الوعي الكبير الذي لدى أفراد المجتمع بأهمية الرياضة. نعم، ودي أنتقل الحين لموضوع اليوم الرياضي للدولة. هل حقق اليوم الرياضي للدولة ما تصبو إليه طبعا وزارة الرياضة والشباب وأيضا في الاتحاد القطري للرياضة للجميع في استفادة المواطنين القطريين في دعم الرياضة وممارستهم للرياضة طبعا حفاظا على الصحة ووقاية من الأمراض
مثل ما ذكرت أنت في الفقرة السابقة. إحنا لله الحمد في دولة قطر بدينا نجني ثمار هذه المبادرة اللي هي الأولى في العالم حقيقة. ما حد أعطى إجازة مدفوعة الثمن وخصص يوم رياضي في الدولة، والآن بدأت الدول الأخرى تحذو حذو قطر وحتى تلقى إشادات في منظمات دولية بهذا اليوم. بدينا نجني أكثر من 10 سنوات انطلاق هذا اليوم الرياضي في الدولة بقرار من سيدي سمو الأمير الله يحفظه بتخصيص هذا اليوم. هو يعتبر محطة سنوية للتأكيد على أهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. هذا اليوم في المسنخ من خلال دراسة عملناها في 2017 أن نسبة المشاركة ارتفعت لأكثر من 56% عن السابق اللي كانت 12%. 56% هذه في 2017، أنا متأكد الآن الدراسة الجديدة اللي راح نعملها إن شاء الله نهاية هذه السنة أن هذا الرقم أيضا ارتفع، لأن المشاهدات تؤكد أن ارتفاع عدد هذا الأعداد المشاركين. اليوم الرياضي كان محطة للناس أنها تكتشف رياضات جديدة، محطة للأسرة أنها تأخذ أبنائها، يصير في صار في حوار بين أفراد الأسرة وأبنائه. هذا اليوم لماذا خصص؟ الإعلام كله يتوجه باستضافة المعنيين بالتثقيف بأهمية الرياضة، الكل يتكلم عن الرياضة وأهميتها في الدولة. اتجه الشباب، زاد الإقبال لممارسة الرياضة. انعكاساتها الثانية أخوي عبد الرحمن، في السابق خلينا نقول في 2011 قبل 2013 إنشاء الوزارة أيضا كان عدد المراكز الجيم وصالات اللياقة التجارية في الدولة قاطبة لا يتجاوز 60. اليوم احنا نتكلم عن 580 مركز لياقة موزع بين رجال ونساء، والأعداد يوميا أكلمك الآن في الوزارة عندنا طلبات أيضا إنشاء. هذا الإنشاء بناء عنه في رغبة، صحيح، في ديماند عليه، في طلب على هذا المراكز وعلى المراكز. واختلفت الآن اليوم تشوف الشباب اتجه يسوي ملاعب بادل، صحيح، يسوي ملاعب للسلة، أصبح يتجه أنه يسوي ملاعب خاصة لأنه لقى في إقبال كبير من الشباب على ممارسة الرياضة. هذا كله طبعا أثار مبادرة اليوم الرياضي للدولة واهتمام الدولة بالرياضة المجتمعية، أن في إقبال كبير بدأ من الشباب. اليوم مشاركات القطريين في صملة، تشوف أكثر الشباب اللي يشاركون كلهم قطريين، صحيح، في صملة مختلف الأعمار، فوق 60 تحت 60، شباب أطفال ذوي احتياجات خاصة. في ماراثوناتنا نسكر من كثر الطلبات اللي على الأعداد، لأن أعداد محدودة. ما نحط مسابقة لما تلاقي الشباب مندفع للمشاركة في هذه البطولات، صار يمثلوننا في الخارج او حتى تحصل عنده مبادرات ايضا تطرح لكم يعني. ممتاز، اي ذكرتني فيها الله يذكرك بالشهاده. مبادره سباق الذيب في تخان سنويا، شباب قدموا لنا المبادره واحنا كاتحاد دعمناهم، هم اللي قدموا ونظموها، واكثر من 500 شاب. شباب قدموا لنا مبادرة الهايكينج، ما كان في هايكينج اللي هي المشي في الأماكن الوعرة لأهداف بيئية، شباب تقدموا لهم دعمناهم. سباق تحدي الزبارة الأخير اللي وقعناه من أستاذ سنوي، شباب قدموا هذه المبادرة. الآن عندنا مبادرة جديدة في الألعاب البحرية راح يتم دعمها أيضا، تقدموها مجموعة من الشباب. تحدي سيلين، مجموعة من الشباب قدموا بطولات متعددة في كرة القدم، في يمكن في الكويت فازت احد المبادرات الشبابية شباب 22 في الكويت وحصلت على جائزة كأفضل مبادرة ايضا قدمها الشباب. هذه المبادرات اللي صار للشباب يبادر ايضا بها، والوزارة من خلال اتحاد الرياضة الجميع تقدم الدعم للشباب لهذه المبادرات ودعمها واستمراريتها ومشاركة الشباب. هذا يؤكد على ان احنا نحن الحمد لله بدينا نجني ثمار هذه السياسه في دعم الرياضه المجتمعيه في الدوله. نعم، يعني
نقدر نلخص هذا القول أن نسبة الإقبال على الرياضة من المواطنين القطريين ارتفعت بنسبة كبيرة، طبعا بما وجد من بنية تحتية خاصة للرياضة وأيضا تخصيص يوم رياضي للدولة بإذن الله. وإحنا إن شاء الله نعدكم في اللقاء القادم بإذن الله بعد ما تنتهي الدراسة نعطيكم النسبة اللي تحققت ونقارنها بالنسبة الأخرى بإذن الله تعالى. قبل ما ننتقل لقطاع أو فئة الشباب، بما أنها وزارة الرياضة والشباب، قبل ما ننتقل للرياضة قبل ما ننتقل للشباب خلينا نتكلم على أبرز الخطط المستقبلية لتعزيز الرياضة. هناك إن شاء الله ما في 2022 والسنوات المقبلة أكيد لكم خطة، أيضا مع تواجد هذه البطولة واستضافة قطر مونديال قطر كأس العالم فيفا 2022، ما هي أبرز خطط مستقبلية لكم في مجال الرياضة؟ ممتاز أخوي عبد الرحمن. تعرف من الأشياء اختصاصات الوزارة أن تعزيز مكانة الرياضة ورفعها إلى حد التميز في الدولة، وهذا ما نسعى دائما له من خلال أيضا شراكاتنا مع شركائنا اللي سواء أخواننا في اللجنة الأولمبية القطرية أو سباير أو الاتحادات أو الأندية، من خلال شراكاتنا معهم في وضع الوزارة تضع الخطة، وبالإضافة إلى اللجنة الأولمبية عندها تضع خططها في مجال مشاركاتها، وإحنا نتعاون مع بعض لتحقيق هذه الخطط. من ضمنها طال عمرك أن التركيز على المواهب القطرية من خلال دعم التعاون بيننا وبين الأخوان في اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية باختيار أفضل المدربين، بتركيز على الرياضة المدرسية في المدارس من دعم برنامج الأولمبي المدرسي، بأخذ الحصص الرياضة المدرسية، بإرسال مكتشفين إلى المدارس، بوضع مسار مهني للشباب اللي يتخرجون من الثانوية، وأن كيف تحافظ عليه. إن بعد تعرف إن أخوي عبد الرحمن بعد الثانوية اتجه ما يروح لي يكمل دراسته، أيضا هناك خطط لدراسة هذه الحفاظ على وضع مسار مهني لشباب القطريين بحيث إنه يكون هناك أيضا نوع من الحافز إنه يبقى في هذا المجال، وبالتالي يكون عندنا شباب قادرين في استحقاقاتنا 2030 وفي الأولمبيات القادمة وفي البطولات القادمة يكون عندنا شباب قطريين مميزين. هذا على مستوى الرياضة الاحترافية. على مستوى الرياضة المجتمعية أبرز الخطط هي مواصلة الشراكات مع شركائنا في أشغال، في وزارة الصحة، في البلدية، في البيئة، في التخطيط، إن كيف ننمي البنية التحتية بحيث تكون حافز ودافع لأفراد المجتمع إنك أنت تقدر تمارس الرياضة بشكل مناسب. حتى لخواتنا تعرف إحنا لنا أيضا عاداتنا الأصيلة واللي نحافظ عليها، وخواتنا لهم يستحقون منا أن يوجدون أيضا مراكز تقدر فيه المرأة أختي وبنتي أمي وأمك أنها يمارسون الرياضة في أماكن مناسبة، يستطيعون يمارسون الرياضة بحرية. صح. إحنا قاعدين ننمي هذه البنية التحتية من خلال شراكاتنا مع المدارس، فتح الصالات في الفترة المسائية الرياضية في المدارس، تطوير الصالات الرياضية المدارس أيضا من ضمن الخطط اللي موجودة نحن نطور الصالات الرياضية، لأن تعرف المدارس قريبة كل بيت عنده مدرسة. صحيح. صحيح. فأقرب لك بنتك أو أختك أنها تطلع المدرسة تمارس الرياضة في مكان معروف، وهي فكرة جيدة طبعا تفتحها في الفترة المسائية وأنك تطورها. أيضا نستفيد منها من أبنائنا أنهم يروحون للمدرسة تكون الصالة هذه مطورة للرياضة. هذا على أيضا على مستوى الحافز الرياضة المجتمعية. عندنا أيضا خطط بالحفاظ على مستوى دولة قطر في استضافة الأحداث، يعني الآن أصبحت قطر تنتقي الأحداث الرياضية اللي تستضيفها. تشكلت مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزارة الرياضة والشباب لاستضافة الأحداث، لجنة خاصة باستضافة الأحداث الرياضية الدولية، وهذا ننسق بيننا كلجان شنو الأحداث اللي مفترض دولة قطر تستضيفها. الآن عندنا منشآت كبيرة. صحيح. اليوم في كأس العرب راح نفتتح أحد أكبر استادات كأس العالم، استاد البيت. الآن عندنا يبقى لنا استاد راس بعبود ثم الوسيل قبل انتهاء كأس العالم. هذه الاستادات وهذه المنشآت بعد كأس العالم تحتاج دائما انك تشغلها باستضافات احداث ودوليه. احنا مقبلين على عندنا بطوله العالم في 22 للتايكوندو الجودو اسف، وعندنا 23 بطوله العالم للسباحه، عندنا بطوله العالم كره الطاوله في 24، عندنا عديد من الطاوله طبعا غير كأس العالم. صحيح. 22 عندنا الين
30 واحنا في استضافات بطولات. الهدف اخوي عبد الرحمن في استضافه هذه البطولات ليس فقط تشغيل هذه المنشآت، انما اشراك شبابنا ومجتمعنا وافراد المجتمع الشباب في اداره هذه الاحداث واكتسابه مهارات تخليه مطلوب على مستوى دولي. اليوم شبابنا الان لله الحمد يطلب في كافة المحافل الدولية، في حتى في الصين طلب، في في التنظيم في عمان طلب شباب القطري، في كافة الأحداث يطلب الشباب القطري ينظم حتى على مستوى المراكز الدولية. يا أخي عبد الرحمن الآن اللي تربى على 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 سدة رؤساء الاتحادات الدولية صح. أو كذا شبابنا القطريين للثقة الكبيرة اللي تتمتع بها دولة قطر وفي مختلف الاتحادات وفي مختلف الأماكن في مختلف الاتحادات، يعني سواء الآسيوية أو غيرها. بالضبط. أنا أخوي عبد الرحمن مؤخرا في الولايات المتحدة لظروف ما قبل انطلاق البطولة بشهرين اعتذرت عن استضافة بطولة الأنوك الدولية، وهي بطولة كبيرة دولية فيها عدد آلاف من المشاركين. الدولة الوحيدة اللي أكدت جاهزيتها وطلب اتحاد الأنوك أنه ينقذ الموقف دولة قطر. نعم. هي كانت جاهزة ونظمتها على أعلى المستوى. نعم. وهذا يدل على المكان المتميز اللي حققته دولة قطر في الرياضة، واللي حقيقة أصبحت عاصمة للرياضة على مستوى العالم بلا منازع. اللهم لك الحمد. طبعا قبل ما ننتقل لموضوع أو قطاع الشباب أبو مسلم، نذهب وإياكم مشاهدين الكرام إلى هذا الفاصل ونتابع بعد الحوار مع ضيفنا عبد الرحمن مسلم الدوسري. ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل، ونتابع الحوار مع السيد عبد الرحمن مسلم الدوسري مستشار وزير الرياضة والشباب رئيس الاتحاد القطري للرياضة للجميع، والحديث عن إنجازات وزارة الرياضة والشباب. مرحبا بكم جديد يا أبو مسلم. الله يرحبك أبو مسلم. كنا تكلمنا في الفقرات السابقة عن قطاع الرياضة، هو قطاع صراحة كبير ومو أنا نقدر يعني نوفي حقه بالجهود اللي تقومون فيها صراحة في وزارة الرياضة والشباب، وأيضا دور قطر الكبير في الرياضة. فانتقل الآن إلى القطاع الشبابي، نتكلم عن وزارة الرياضة والشباب تتخذ منهج تنموي خاص بالشباب، ما أبرز ملامح هذا النهج اللي تقومون به في وزارة الرياضة والشباب؟ طبعا فئة الشباب فئة أهم عماد المستقبل لأي بلد، وفئة هامة جدا، والوزارة أخذت نهج تنموي في تخطيطها للشباب، وذلك بأن بإشراك كافة شركائنا في المجتمع ومن ضمنهم الشباب في خططها المستقبلية، وذلك بناء على تقرير التنمية البشرية لدولة قطر في 2012 اللي أوصى وأكد ضرورة إشراك الشباب ودمجهم في الخطط في خطط قطر 2030. وقطر طبعا وهذا أخذنا هذا النهج في الآن إحنا في المراحل النهائية من إعداد أو انتهاء من أول إعداد سياسة وطنية للشباب في دولة قطر. سياسة وطنية للشباب. وهذه السياسة الوطنية راح تكون مرجعية للعمل الشبابي في دولة قطر. حرصنا من خلال هذه السياسة الوطنية شفنا متطلبات دولية، يقول لك أكبر دولة اللي سوت 3000 تقريبا، حكنا نطمح أن يكون عندنا 5000، لكن 3000 شخص شارك في الإحصائيات والاستبيان من الشباب فئة المستهدفة في الاستبيان. هؤلاء الشباب حددوا برامجهم وفعالياتهم، شاركونا آرائهم همومهم قضاياهم الفعاليات اللي موجودة، حرصنا أنها تغطي كافة مناطق الدولة في دولة قطر، حتى المناطق اللي بعيدة في الجميلية في الشحانية في الوكير في كل مناطق الدولة شرقها وغربها وشمالها وجنوبها. حرصنا كان في أكثر من 48 اجتماع موجود حصل مع الشباب، أكثر من 798 شخص حضروا هذه الورش اللي موجودين،
كنا متواجدين في كافة الفعاليات الشبابية بالاستبيانات لمشاركة الشباب، عدد كبير حقيقة، تفاعل كبير من الشباب في تحديد هذه السياسة. هذا طبعا النهج ينطبق، راح إن شاء الله يكون هذا النهج لكافة عمل الوزارة، بتكون انطلاقة للعمل الشبابي في دولة قطر وتمكين الشباب الفعلي لإدارة برامجهم ودمجهم في المجتمع وبأخذ مراكزهم في كافة القطاعات الموجودة في المجتمع. نعم، من الأخير يعني كيف ممكن نلخص أبرز الإنجازات الوطنية لقطاع الشباب؟ والله شوف، مثل ما قلنا في الرياضة صعب الواحد يختصرها، ولكن أحاول أني أذكر بعض الأشياء المهمة. ممكن من أبرز الإنجازات اللي تحققت مؤخرا أخي عبد الرحمن، أول شيء نبارك لدولة قطر حصولنا على المركز دولي متقدم في تقرير الكومنولث الأخير في تنمية الشباب على مستوى 181 دولة. حققنا قفزنا 43 مركز، وحققنا 32 على مستوى العالم والثاني على مستوى الدول العربية وفق هذا التقرير، واللي أصلا أيضا كنا في وقت سابق في 2016 كنا نحتل مركز 75، ويعتبر قفزة 43 مركز انعكس هذا طال عمرك. طبعا هذا ما أتى من فراغ أخوي عبد الرحمن، هذا الإنجاز وراه طبعا عمل وشغل شبابي كبير. كان من أبرزه أن تم تمكين الشباب وانتخاب أول لجنة استشارية للشباب لسعادة الوزير، اللي يتقدم الاقتراحات، تضع البرامج، تعطي التوصيات. شارك فيها أكثر من 2000 شاب، شاركوا، تقدم أكثر من 51 شاب لهذا المركز. تم انتخاب اللجنة 6 أعضاء في هذه اللجنة الشبابية، كانت مشاركة كبيرة، عدد المشاركين في الفعاليات الشبابية ارتفع. أبرز أيضا الإنجازات أخوي عبد الرحمن، يمكن احنا نتكلم في 2013 بداية تأسيس الشباب والرياضة، في ذيك الفترة كان عدد المنتسبين المراكز الشبابية احنا نتكلم بالمئات. اليوم وصلنا على القطريين، وصلنا لأكثر من 34 ألف شاب وشابة ملتحقين في المركز، قطريين وغير قطريين 28 ألف، يعني نتكلم على 64 ألف منتسب، في كان عددهم في المئات. هذه تعتبر قفزة نوعية في عدد المشاركين. الملتقيات على آخر 3 سنوات لا يقل عن عدد 6000 إلى 7000 مشارك في كل فعالية من فعاليات المراكز الشبابية. يمكن حتى على مستوى المبادرات طلعت عندنا مبادرات شبابية تم دعمها، مثل نجاح قطري اللي كل سنة وسنة قاعد يكبر، هذا هي مبادرة شبابية وقاعدة تكبر، نسبة المشاركة عالية جدا، وغيرها من المبادرات اللي تم دعمها الشبابية سواء الرياضية أو الشبابية. حتى على مستوى أخوي الأندية القطرية الشباب يعتبر أيضا فاعل ودور كبير في الأندية. نسبة حضور الجمعيات العمومية ارتفعت في آخر انتخابات الأندية إلى 300% مقارنة مع آخر يمكن قبل 2013. إذن هناك دور فاعل للشباب في الإنجازات. أيضا من الإنجازات المهمة اللي أحب نذكرها، أطلقنا في الوزارة برنامج اسمه سفراء الأدعم، تقدم عليه أكثر من 300 شخص، تم اختيار 30 شخص من 300. السفراء الأدعم هو يقدم منظومة ثقافية قيمية هوية وطنية، إعداد شباب يمثل الدولة في المحافل، يكون عون للوزارة، يشارك مع سعادة الوزير، يشارك معه في المحافل الدولية، في وليس فقط وزارتنا، حتى في الوزارات الأخرى تستعين بهم. جميل. لتمثيل الدولة في الخارج. تمثيلهم في من أي ناحية يعني؟ يعني اليوم لو عندك برنامج في الأمم المتحدة، نبعث من الخريجين سفراء الأدعم راح يصحبون الوفود الرسمية. جميل. في هذه الوفود أول شيء اكتساب المعرفة وتمثيل. صحيح. الدولة. البرنامج تم فيه تدريب الشباب، ورشات في الهوية الوطنية، ورشات في البروتوكول، ورشات في السياسة،
ورشات في الثقافة، تدريب على أعلى مستوى. قريبا إن شاء الله في نهاية ديسمبر أو في منتصف ديسمبر سيتم تخريج أول دفعة من سفراء الأدعم، وهذا راح يكون أيضا من نوع من التمكين الشباب في مختلف القطاعات لتمثيلنا في الخارج. حقيقة أخوي عبد الرحمن، الإنجازات لما نتكلم عن الشباب، شباب النقطري ما شاء الله مبدع. أكيد. اليوم يمكن انتهينا من ملتقى مبتكرين اللي كان في دولة قطر في مركز قطر المؤتمرات، اللي شارك فيه شبابنا وبدع وجاب ميداليات، وهو غريبة صح. احنا مؤخرا في معرض جنيف حققوا شبابنا ميداليات ذهبية وفضية في معرض جنيف، وهذه مش أول مرة، شبابنا كل سنة يحقق هذه الميداليات في على مستوى العالم. أنت تتكلم براءات اختراعات لها ارتباط بالمجتمع. الشباب في ذوي الإعاقة كان هناك اختراعات موجودة، في كرة القدم استضافة القصابي كان مقدم اختراع، اختراع براءة اختراع حاز على جائزة في مؤخرا أيضا، وعلى مستوى الدولي سيتم دعم أيضا هذه البرامج اللي قدمها. على مستوى جائحة كورونا شبابنا قدموا براءة اختراع في جهاز تنفس أخذتها مؤسسة حمد الطبية. شبابنا مبدع أخوي عبد الرحمن، وين ما تحطه تلاقيه قد الإبداع على مستوى رواد الأعمال. الآن شبابنا يحتل المراكز المتقدمة في نوعية ريادة الأعمال اللي يقدمها، وفي نوعية الأنشطة التجارية اللي يقدمها وإبداعاتها المتكررة. حققنا مراكز متقدمة على مستوى المنطقة وعلى مستوى دول العالم. اليوم عندنا ريادة أعمال موجودة من الشباب، اليوم سنون بدأ ينطلق من الشباب، ينطلق من محلي إلى دولي، وغيرها من المشاريع اللي قاعدنا نشوفها من الشباب صار ينطلقون العام. وفي مختلف القطاعات، وفي مختلف القطاعات الشباب، حتى على مستوى تمكين المحاضرات المدربين أصبح عندنا وزارة قدمت وتم تخريج عدد من المدربين اللي أصبحوا الآن يقدمون دورات تدريبية في المجتمع. قدمنا برامج أكثر من، تم تخريج أكثر من دورات في رواد الأعمال للشباب، تمكينهم في أن يصبحون يقدمون دورات في ريادة الأعمال. تمكين الشباب وهذا مهم جدا، الوزارة تنازلت عن اختصاص التعيين. أخوي عبد الرحمن كنا المراكز تعين والوزير يعين، ولكن الآن حولنا المراكز إلى انتخابات، أصبح الشباب هو اللي ينتخب من يرأس هذا النادي. وهذه نقطة مهمة أيضا لتوجيه الشباب لرغبتهم في من يدعمهم بالضبط. ومن يمثلهم خاصة هذا القطاع المهم. أبو مسلم احنا وصلنا، تقدر حتى أخوي عبد الرحمن تختار حتى برامجك صحيح. أنت تقدر من خلال الجمعية العمومية تختار برامجك اللي أنت تشارك فيها. نعم أبو مسلم، يمكن احنا وصلنا لختام هذا اللقاء، أبغي كلمة منك أخيرة. احنا في قرب إن شاء الله مستضافة مونديال قطر فيفا 2022 بإذن الله تعالى، رسالة توجهها بهذه المناسبة أيضا للشباب، وهو طبعا هذه الطاقة الكبيرة اللي عماد كل دولة ما تقوم إلا على الشباب. احنا الحمد لله كل سنة اليوم احنا نشاهد الأيام نحتفل برفع أعلام الدول اللي راح تشارك في كأس العالم، ودولة قطر بشهادة رئيس الاتحاد الدولي الفيفا أكد أنه سعيد جدا، واللي يشهده في دولة قطر لم يشهده في أي أحد من الدول العالمية التي استضافت كأس العالم، مدى استعدادها لكأس بوقت مبكر. اليوم نشهد أيضا ختام معالي شهد الأيام الأخيرة اللي هو درع الوطن اللي صار لتأكيد جاهزية دولة قطر حتى على المستوى الأمني كيف استضافت هذا الحدث، جاهزية الدولة في البنية التحتية. دولة قطر ملاعبها دولة قبل كأس العالم افتتحت كافة ملاعبها، اليوم شغف الجمهور استعداده وحبه، تطوع العدد المتطوعين اللي قاعد بازدياد لخدمة هذا المحفل الكبير في كأس العالم، يؤكد شغف دولة قطر وشعب قطر ومقيمين دولة قطر بهذا الحدث الكبير اللي بإذن الله راح يكون له مردود كبير على مجتمعنا من كافة النواحي الاقتصادية والمجتمعية والبنية التحتية، اللي راح يكون كله مردود لدولة قطر. أما للشباب أخوي عبد الرحمن،
أنا أكد على أن إحنا ممكن قلتها الآن أن الشباب مثل ما إحنا علينا واجبات أيضا للشباب عليه واجبات, والكل يجب أن الشباب ينظر أن الشباب والوزارات والقطاع أنهم شركاء في تحمل المسؤولية, وليس فقط مستفيدين من الخدمات التي تقدمها الدولة, ولكن هم شركاء في تحمل هذه المسؤولية باللي أعطتهم الدولة من دعم ودعم مبادرات بتمكينهم أنهم يأخذون بيدهم, أنهم يحضرون الجمعيات العمومية يشاركون وينتسبون فعلون دورهم في هذه الجمعيات بالمساهمة في اتخاذ القرارات. اليوم قطر أخذت خطوة كبيرة جدا في التحول في مسار السلطة بأن أعطت مجلس الشورى وعطت مشاركة مجتمعية, سمو الأمير أعطى مشاركة مجتمعية المجتمع أن يشارك في القرارات في الوقت, تأكيد على أهمية دور المجتمع في اتخاذ قرارات في الدولة. كذلك احنا أقول لك كوزارة احنا محتاجين أن الشباب يكون شركاء بإذن الله في تفعيل دورهم, وأن يكون إن شاء الله بالحس الوطني اللي لديهم وإبداعهم اللي يكونوا موجودين يشاركونا هذا الحس الوطني, ويكون شباب مسؤول على قد المسؤولين اللي موجودين ويتخذون ما أوتي بقوة في قضية اتخاذ القرارات بإذن الله. إن شاء الله هم قد المسؤولية بإذن الله. كل الشكر للسيد عبد الرحمن مسلم الدوسري مستشار وزير الرياضة والشباب رئيس الاتحاد القطري للرياضة للجميع. الله يعطيك العافية أبو مسلم, أتمنى لكم إن شاء الله إنجازات بإذن الله تعالى. شكرا لكم هذه الاستضافة وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. كل الشكر. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج إنجازات وطن, نراكم إن شاء الله في إنجازات أخرى. في أمان الله.